صوت بعيد. صباح الفل عليكم يا جماعه، وفقره جديده من برنامجكم ميديا زوم. احب اتكلم النهارده عن مشاكلنا اللي بتقابل في الدراسه والشغل والحاجات الحياه الايجابيه والحياه السلبيه. بس قبل ما اخش في موضوع اتكلم عنه، احب ارحب الاول بزمايلي في الاستوديو واصبح عليهم. صباح الفل عليك يا دميانة. صباح الفل عليك يا يوسف. صباح الفل عليك يا علي. صباح الفل عليك يا يوسف. صباح الفل عليك يا دميانة. صباح الفل على كل اللي بيشوفونا. عايز اتكلم معاك يا دميانة دلوقتي، تقولي لي ايه ظروفك مع الشغل بصيغه عامه، يعني مثلا المشاكل اللي بتقابلك في الشغل، نظامك مع الشغل ايه؟ طيب خليني اقترح عليكم اقتراح كده. تخيل معايا كده، تفتكر ايه اللي هيحصل لو في يوم صحينا وعرفنا اللي مفيش شغل خالص، مفيش حد هيشتغل، وان الحكومه قررت ان هي تتولانا؟ تفتكروا القرار ده يعني هتتبسطوا منه ولا هتزعلوا؟ والله انا من وجهه نظري ده قريت يبقى قرار حلو جدا. طبعا مش كل الناس عايزين نشتغل، ده الناس اساسا نفسها تنتخ في بيت اصلا وتبقى قاعده براحتها اساسا، مش حابه اللي هي تصحى الصبح وتشتغل وكده. ولا انت رايك يا علي؟ اهم حاجه بس يعني فكره الشغل، اهم حاجه انا بحب الواحد يشتغل ويجتهد. فكره الشغل والاجتهاد هي اللي بتخليك تفتح بيت، اللي انت ممكن تتجوز، اللي انت تحاول ان انت يديك طاقه ايجابيه في الشغل، اللي انت تحاول تزود انتاجك، تحاول تزود انتاج البلد، كل ده بفكره الشغل. بس احنا لو مثلا خدنا فكره اللي احنا نقعد من الشغل والكلام ده، معيش مع فكره البلد الفكره دي، لان البلد هتتحمل ضغوطات كبيره، هتتحمل مسؤوليات اكبر، هيكون في مشاكل في الاكل وفي الشرب وفي مسؤوليات هتكون اكبر من كده بشكل كبير. طب بالنسبه للشغل طبعا علي، يعني ايه الحياه الايجابيه، الحاجات الايجابيه في الشغل والحاجات السلبيه في الشغل، ايه الحاجات اللي بتديك ايجابيه، حاجات ايجابيه، طاقه ايجابيه اكتر وبتديك باور كده انت تشتغل؟ اهم حاجه ما في الحاجات الايجابيه ان انت تحاول انت تصاحب كل اللي في الشغل يكون ناس ايجابيين، لانك انت لو صاحبت الناس الايجابيين اللي بيدوك طاقه، هم دول اللي هيزودوا كفاءتك في الشغل، هم دول اللي هيحسنوا من الحاله النفسيه بتاعتك. بدل انت تروح مثلا تعرف ناس، واحد يديك طاقه سلبيه، واحد يحبطك، دول ممكن يخلوك كفاءتك في الشغل قليله، يقللوا انتاجك في الشغل، ممكن دول يخلوك تخرج عن شعورك، ممكن انت تتعصب، فبلاش. ممكن انت بعد ما تتعصب ممكن تمشي من الشغل والكلام ده، اذا مترتب عليها مسؤوليات، المسؤوليات دي هي اللي هتقع منك لو انت مشيت من الشغل. ويعني روح بس دلوقتي. على فكره برضه يا علي، الناس اساسا هي اللي بتحببك في الشغل، يعني انت وانت رايح الشغل ممكن تبقى مبسوط من شغلك وحياتك الكارير اللي انت عايش فيه، بس الناس اللي في الشغل هي اللي بتحبطك او هي اللي بتخليك مثلا مش عايز تكمل او العكس. هم دول. حتى بص، انت لو قابلت ناس كتير اصلا بتحبطك في شغل، انت ممكن واحد او اتنين بس هم اللي يحببوك في الشغل، هم دول اللي انت تحاول تصاحبهم. حتى لو في 10 بيحبطوك وواحد بس هو اللي بيزود كفاءتك في الشغل، صاحب الواحد ده وافضل احكي له على طول، قول له ده بيضايقني، هو يحاول يساعدك في الشغل بشكل اكبر. طب يا دميانة، عايز برضو في الدراسه برضو، ايه الحاجات اللي بتديكي طاقه ايجابيه وحاجات بتديكي طاقه سلبيه؟ يعني ايه الحاجات اللي بتديكي باور معاكي في الدراسه كده؟ انا من الناس عامه اللي بتتاثر براي الناس اللي حواليها، سواء كان الناس دي اصلا سلبيه او ايجابيه، مش متحيزه اصلا للسلبيين بس، لا كمان الناس الايجابيه كمان بيأثروا في حياتي. فبس يعني برضو حاجه ما في الدراسه كمان، اللي انت تحاول انت تصاحب ناس كويس صح، دول اللي بيزودوا كمان كفاءتك في 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 دراستك، هم دول اللي بعيدا يقول لك، ممكن واحد صاحبك يقول لك تعالى مثلا نروح المكان ده، نروح السايبر، نروح نلعب، فكك مش فكك من المدرسه والكلام ده. لا، اهم حاجه تختار الناس الصح، عشان الناس الصح دي هم اللي هيودوك للدراسه، هم هيودوك للتفوق، هم اللي هيخليك تبقى حاجه كبيره في المستقبل، تبقى مهندس، تبقى مذيع، تبقى مقدم برنامج، تبقى دكتور. هم دي لا، اهم حاجه الاصدقاء الصح، هم اللي هيفيدوك. طبعا يا علي طبعا، ان في ناس اصلا انت في ناس مش بتعرف تتعامل كتير مع الناس اللي هم بيديك طاقه سلبيه. الناس بيبقى في ناس وظيفتها كده ما بتحب تشتغل، او في الدراسه اصلا بيبقى غرضها ان هي بتحبط او بتكسر مقدار الواحد. عايزين يوقعوك طول الوقت، عايزين يقولوا لك اللي انت اصلا ولا حاجه، عايزين يعني واحد مش قادر ينجح، فعايزين واحد بيشوف مجتهد يقول لك ايه، طب تعالى نجيبه ده فاشل معانا برضه. يعني حته الحقد اللي هو بيشوف المتفوقين. فانا بتكلم اهم حاجه ما في الدراسه برضو انك تصاحب واحد او اتنين، بلاش دايره الاصدقاء الكتير قوي، لان ممكن اتقابل دايره اصدقاء 10 او 20 واحد، هتقابل 10 و20 دي مثلا خمسه يعاملوك بشكل وحش. ده في الشغل عادي. طب وفي الدراسه يا دميان، يعني برضو الناس اللي بتقابليهم في الدراسه، في قابلت حد مثلا بيديكي طاقه ايجابيه، طاقه سلبيه، حد هو للاسف الموضوع ده مش في الشغل بس، ده كمان في الدراسه. انا من الناس اللي نفسها فكره الشغل تختفي تماما. طبعا كلنا نفسنا طبعا في الشغل، ولو الفكره دي اتطبقت، يعني القرار ده لو اتطبق انتوا اصلا اول ناس اصلا هتزعلوا. طبعا اكيد طبعا هنزعل من فكره القرار ده، لان انا قلت زي ما قلت قبل كده
لازم اهم حاجه فكره الشغل هو الاجتهاد والمسؤوليه، ولازم فكره التحمل، لان الشغل هو اللي بيعودك انك تتحمل المسؤوليات صح. بس طول ما انت هتعتمد على الحكومه مش هيخليك عندك مسؤوليه، ما يخليكش عندك صبر. وزي ما قلنا الحكومه هتتحمل اعباء كتير، احنا مش عايزين ترمي يبقى كله وظروفك كلها على الحكومه، وعايز الحكومه هي اللي تديك. وطبعا ده غلط. لا اكيد لازم الواحد، واهم حاجه فكره الاجتهاد وفكره لازم الشغل، لازم نعتمد على نفسينا، وكل واحد يبقى ليه قرار لنفسه، سيد قراره، كل واحد ليه سيد قراره، كل واحد ليه انتاجه، كل واحد ليه كفاءته، وكل واحد لازم يوصل. مش احنا نقلد بعض في كل حاجه، وبلاش يعني فكره التساوي، لان الحكومه احنا لو نساوي بعض هنظلم بقى المجتهد والغير مجتهد. ومعانا مداخله على الهواء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اشارك في البرنامج بتاعكم؟ اتعرف بيكي. السلام. انا ام محمد من الشرقيه. ازاي حضرتك يا ام محمد؟ الله يسلم حضرتك، انا بحييكم على البرنامج بتاعكم. ايه رايك في حلقتنا والكلام عن الاحباط والناس اللي بتدي طاقه ايجابيه وطاقه سلبيه؟ المشكله اللي حضرتك بتتكلم فيها ديت، هي احنا دلوقتي فيها، انا وجوزي دلوقتي احنا فيها. يعني جوزي كان شغال في شركه خاصه. تمام. المشكله في اغلبيه الشركات الخاصه ما فيش فيها ضمان للحقوق، وجوزي شغال بجد، يعني بيعمل بجد، وعيبه الوحيد ما بيعرفش يتعامل. كل اللي عنده ان هو بيشتغل بجديه جامده، يعني بيشتغل بجديه. المهم فهو في الشركه دون شغال بجد وبقاله 7 سنين. دلوقتي رئيس الخاص بتاعه لما جه يطالب بحقه، عمل له مشكله، يا اما يمشي يا اما يقعد تحت الاحباط بتاعه وفرض سيطرته عليه يجله في الشغل. انا دلوقتي اعمل ايه؟ هو بصراحه هو خرج من الاحباط لدرجه ان هو بيعيط يقول انا مش عارف اعمل ايه، اضيع نفسي، اضيع السنه اللي انا عملتها وكده يعني، ولا يخرج ولا يعمل. طب هو ممكن يشوف شغل تاني؟ طب والسنين اللي هو قعدها، هل هو مثلا متأمن عليه في الشغل؟ ايوه متأمن عليه في الشغل. حاولي. طب ممكن انا اقول لك فكره احسن. ممكن انت تحاولي تجيبي مجموعه من الاشخاص يعني يتكتفوا مع جوزك، هم دول اللي ممكن يجيبوا حقه. بالظبط. كل واحد خايف على اكل عيش. لا بصي احنا زي ما قلنا اهم حاجه الناس الايجابيه، لازم جوزك هو يتدخل في الشغل ويجيب ناس لزمايله هو اللي تساعده في الشغل بشكل افضل بكتير. بلاش اللي القرار الفردي هيكون ضرر ليه، لازم يجيب زمايل ليه في الشغل. جوزي راح الاداره والاداره ما نفذتش. بشكر حضرتك جدا يا فندم على المداخله دي. نشكرك معانا. طب يا دميانا دلوقتي احنا اتكلمنا عن الشغل، وعايزه اتكلم بقى معاكي عن الدراسه بقى. اتكلمنا عن قوي قوي، نتكلم عن الدراسه. اتكلمنا بقى عن الدراسه بقى بحاجتها الايجابيه والسلبيه بقى. انا دلوقتي حاليا اصلا طالبه وبدرس، تمام؟ ففكره اللي انا اصحى من النوم اعرف ان فجاه واحده لقى الدراسه اتاجلت واتلغت، لا يعني فكره هتكون بالنسبه لي مش اكيد طبعا. الفكره دي غلط يعني. لان احنا ممكن بنستفاد ممكن بمعلومات من الدراسه، ممكن احنا مثلا بندرس زي ماده زي التاريخ او الجغرافيا او الفلسفه علم النفس، دي ممكن معلومات هي بعيدا عن الدراسه والمدارس، دي معلومات بتزود تفكيرنا بشكل كبير، ولازم هي اللي بتغذي العقل وبتغذينا بمعلومات وبتغذينا بشكل اكبر. بس الكلام ده طبعا يا دميانا لو طبقناه طبعا في حياتنا العمليه، اللي هي الحاجات اللي بندرسها استفدنا بيها في حياتنا العمليه طبعا، هو ده تدي. انا بشوف يعني قليل قوي لما بشوف ناس ان هي بتذاكر حاجه وبتطبقها في حياتها. ده حقيقي. وده النظام التعليمي الجديد اللي هو بتاع السنه دي، ثانويه عامه 2021، او نظام التعليم عامه يعني، اللي هو بيعتمد على نظام الفهم، اللي الواحد مش بس ياخد الحاجه اللي هو ايه، يحفظ الحاجه ويحطها في لا احنا دلوقتي بنعتمد على نظام الفهم، واللي احنا نبقى فاهمين الحاجه مش بنحفظها بس. طب واهم ما في ده انت في التعليم الاونلاين انت قدرت تستفادي بيه؟ والله للاسف وقت حلقتنا خلص، وكان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده انا وزمايلي في الاستوديو. كان نفسنا في كلام كتير قوي يتقال، بس يعني بس الوقت قليل جدا. ان شاء الله الفقرات الجايه كتير نتكلم بالتفصيل اكتر من كده، اقوى واحسن ان شاء الله. السلام عليكم.